الثاني من اللقاء التواصلي والتنسيقي مع الشرطة القضائية. الأمس كان اللقاء مع الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، واليوم الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي. هذا اللقاء هو لقاء وطني جمع مختلف جهات المملكة من مختلف المناطق، سواء العاملون بالشرطة القضائية للدرك الملكي أو الوكلاء العامين للملك، وهي مناسبة لتدارس مجالات مختلفة سوف نناقش فيها ما يتعلق بتحسين الولوج وتقديم الخدمات للعدالة، وما يتعلق بتجويد الأبحاث القضائية، وكذلك ما يتعلق بتخليق الحياة العامة، وكل ما يصب في إطار التنسيق المتكامل لتقديم عدالة وخدمات في مستوى انتظارات المواطن، وكذلك في مستوى تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة، السيد الكاتب العام لدى رئاسة النيابة العامة، السيدات والسادة رؤساء الأقطاب والشعب برئاسة النيابة العامة، السادة الوكلاء العامون للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد مدير المعهد العالي للقضاء، السيد رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، السادة القواد الجهويون للدرك الملكي، السيد رئيس الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، السيدات والسادة الضباط وممثلين بعض المصالح المركزية للدرك الملكي، أيها الحضور الكريم، باسم الجنرال دكور دارمي قائد الدرك الملكي ونيابة عنه، يطيب لي أن أتوجه في البداية بجزيل الشكر للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس نيابة العامة على دعوته الكريمة لحضور هذا اللقاء الهام، والشكر موصول كذلك للسادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والسيد الكاتب العام وجميع رؤساء الأقطاب والشعب التابعة لرئاسة النيابة العامة وفريق العمل المنظم لهذا اللقاء التواصلي والتنسيقي على المجهودات الجبارة لتوفير كافة المستلزمات الضرورية لانعقاده رغم إكراهات الظرفية الوبائية الاستثنائية التي يمر منها بلدنا. كما أغتنم هذه الفرصة لتقديم التهاني للسيد الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة على الثقة المولوية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، متمنيا له التوفيق في المهام الجديدة المسندة إليه. إنه لشرف كبير لمؤسسة الدرك الملكي أن تشارك في أشغال هذا اللقاء التواصلي والتنسيقي مع مؤسسة رئاسة النيابة العامة بوفد يمثل مختلف مصالح الدرك الملكي المعنية بمهام الشرطة القضائية على المستوى المركزي والجهوي لمناقشة كافة المواضع المتعلقة بأشغال هذا اللقاء. إن هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين سوف يكون له لا محالة الوقع الإيجابي على مردودية وأداء الضابطة القضائية خاصة في تدبير الأبحاث والإجراءات المصدرية، كما سيساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في سبيل خدمة العدالة والمواطن ببلادنا. إن المواضع المطروحة في أشغال هذا اللقاء تعطي إلى كافة المسؤولين المركزيين والجهويين فرصة سانحة لدراسة الإشكالات والإكراهات التي تعتذر عملهم أثناء الممارسة العملية في تدبير الأبحاث القضائية وتنفيذ الأوامر السامية عن السلطة القضائية، وكذلك فرصة لإيجاد الحلول وإبداء المقترحات وإغناء النقاش وتبادل وجهة النظر مع السادة الوكلاء العامين للملك للخروج بتوصيات عملية تكون بمثابة خريطة طريق لعمل مشترك هدفه تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطنين. إن هذا الحدث بهذا المستوى التمثيلي يعتبر تأكيداً قوياً وواضحاً على الالتزام التام للمؤسستين في إطار تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية في إطار القانون ووفقاً لما هو معترف عليه دولياً ومكرس في دستور المملكة المغربية. وفي هذا الصدد فإن قيادة الدرك الملكي تدعو جميع المسؤولين المركزيين والجهويين للدرك الملكي للتنسيق التام مع السلطات القضائية على جميع المستويات والرفع من جودة العلاقات التي تربطهم، مع الحرص على التقيد بأوامرها في إطار ما يمليه القانون، كما تحث على توفير كافة المتطلبات الأساسية لتحقيق الأهداف المشتركة وتسخير جميع الكفاءات البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية لفائدتها. تمثل هذه المبادرة المتميزة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة خطوة يجب الالتزام بمخرجاتها من طرف ممثل القيادة العليا للدرك الملكي على كافة المستويات المركزية الجهوية والمحلية. إن ازدياد الحاجة لتعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسستين في ظرفية خاصة تتسم بتزايد الطلب على العدالة الجنائية وإلحاح المواطنين على حقوقهم الفردية والجماعية وسعي منا لتحقيق الأهداف المسطرة من هذا اللقاء، وجب على كافة المسؤولين التابعين لمؤسستنا الانخراط الفعلي في هذه الديناميكية التي تفرض تحسين عمل الضابطة القضائية بهدف الاستجابة للمبادئ الأساسية التالية: الفعالية في تدبير الأبحاث القضائية، تجويد الخدمة بالنسبة للمرتفقين، احترام الحقوق والحريات، التنسيق لإيجاد الحلول للإكراهات الآتية الآنية،
الشراكة عن طريق تعزيز التعاون بين جميع أجهزة إنفاذ القانون حول المواضع ذات الانشغالات المشتركة التي يندرج ضمنها موضوع التكوين. من هذا المنظور وأخذ بعين الاعتبار كون الدرك الملكي طرفا من القوة العمومية التي تباشر مهام الشرطة القضائية داخل المنظومة القضائية في بلادنا والذي يمثل الأمن العمومي جوهر مهامها، فإن قيادة الدرك الملكي لن تدخر جهدا للعمل مع كافة مكونات رئاسة النيابة العامة على جميع الأصعدة والمساهمة البناءة في تحقيق العدالة لبلوغ الأهداف المنشودة. أيها الحضور الكريم، إن قيادة الدرك الملكي تتطلع معكم إلى مشاركة فعالة لبلورة توصيات عملية واقعية وقابلة للتحقيق على نحو يجسد الأهداف المنشودة لهذا اللقاء التواصلي والتنسيقي الرفيع المستوى، باعتبار أن تعبئة مؤسسة الدرك الملكي في ورش تحقيق العدالة وخدمة المواطن تدخل في صلب تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مستحضرين ما جاء في خطاب جلالته السامي: إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل يتطلب تعبئة شاملة لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات بل وكل المواطنين. وأخيرا أريد أن أختم كلماتي بالتعبير لكم عن متمنياتي بالتوفيق والنجاح لأشغالكم، وأجدد تشكراتي للسيد الوكيل العام رئيس نيابة العامة على الترحيب وحسن الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.